السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. توجه حكومي لإنشاء مطار جديد في بغداد. أعلنت محافظة بغداد اليوم الأربعاء عن التوجه لإنشاء مطار جديد في العاصمة، فيما أكدت تخصيص أموال ضمن الموازنة لتأهيل مطار بغداد الدولي. وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن المحافظة ملتزمة بتطوير كل ما يتعلق بمطار بغداد الدولي، كونه المنفذ الوحيد للعاصمة مع دول العالم، مبينا أن مطار بغداد يعد من أهم المنافذ في العراق. وضح أن المطار يمتلك الآن 3 صالات، مشيرا إلى أن الصالة الرابعة لم تنشأ منذ افتتاحه، وهناك مساعي لإعادة تصاميم وإتمام القاعة الرابعة. وأعرب عن عمله بإنشاء مطار جديد، خاصة أن مطار بغداد الحالي أصبح قديما ولا يواكب التطورات التي يشهدها العالم. وأضاف هناك نية حقيقية لإنشاء مطار جديد يليق بالعاصمة بغداد، مؤكدا أن المحافظة خصصت أموالا ضمن الموازنة لتأهيل مطار بغداد الدولي. وافتتحت سلطة الطيران المدني في وقت سابق من اليوم الأربعاء صالتي سامراء ونينوى في مطار بغداد الدولي بتوجيه من رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني.